مظبوط. لكن انا الحقيقه ان يعني لي حق عرب عندك، انا هقعدك قعده عرب لانك شتمتني في الحلقه بتاعت النهار. انا واحد من الناس اللي شتمته يعني، يعني انا وانا اكلمك كلام اخ يعني، انت تعرف شتمتك؟ ايوه، ما انا احنا ده انا مش شتام يا محمود. طب اصبر بس، طيب لا ما هتلاحقني. ده انتوا قاعدين، انتوا الاثنين ما قاعدين زي ما اكون متهم وانتوا بتحققوا معاه، فبلاش تبقوا انتوا الاثنين عليا يعني. انت النهارده يا باشمهندس، انا في الحقيقه يعني وبكل الصدق، وانا كنت دايما بتعامل منطلق ان المهندس عادل الايعي افضل من يتكلم عن النادي الاهلي، دي حقيقة، هذا قولا واحدا، الى ان جاءت حلقه النهار. وانا اعتقد النهارده النهار حلقه برنامج النهار، افتكرت النهارده عمال افكر، هي اسمها القناه اسمها النهار. وانا لا اخفي عليك بكل الموده، كثيرا جانبك الصواب، ولاول مره اشوف، لدرجه ان انا والله كنت بحاول اقرب من التلفزيون. حدد النقط بس. يا سيدي اصبر عليا. يعني احنا نختلف في 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 بنود في اللائحه، حقنا كلنا الاختلاف حق، لكن ان انا اقول من الشيطان الذي اوحى بموضوع، اوعى تكون انت، ما ده انا جاي اعترف، اصبر عليا بقى. وانت عارف مش لا والله ما اعرف، لا عارف والله ما اعرف. انا واحد من انا فيما اعتقد ان الشياطين كثر، وانا واحد منهم. لا لا لكن لا خلينا بس طب اتفضل خلاص، شياطين الحمر. لا انتوا كده، لا كده مش هكمل في كده، هتشتتوني. يعني ان يعطى ايحاء ان النادي الاهلي يدار بشياطين، وهندخل ما نختلف فيه من امور قبل للتغيير في قضيه الايمان والكفر، انا مصدوم. لكن هكمل بس هقول لك كل اللي عندي عشان حضرتك تتفضل ترد، لان انا في نقاط محدده المتني شخصيا جدا، المتني. سيبك من الخلاف، انا دايما لما بنيجي نتناقش يا باشمهندس عادل والاستاذ ابراهيم، دايما بنضع معايير اللي نتفق او نختلف في اطارها، مش شخصي. لكن انا لما اجي النهارده، حتى لو موضوع الانتخاب او الجمعيه العموميه في مقرين هنناقشها، وانا هقول لك وجهه نظري، لكن لمجرد ان انا مختلف مع الفكره اقول من الشيطان الذي اوحى، وانا ما اعرفش كان الخطاب لمين، من الشيطان الذي اوحى لك بهذه الفكره، مع العلم ان انا كنت عارف ان في لجنه، وانا واحد من انت كنت في اللجنه دي؟ لا انا ما كنتش. لا طيب. انا ممن كنت ألح على اخواننا في اعضاء مجلس الاداره وفي مقدمتهم محمود طاهر، ان لا يجب ان تعطى الفرصه لكل اعضاء الجمعيه العموميه في اي مكان الوجود يطلب صوتهم، وان احنا لا يجب ان نفرق بين الجزيره ومدينه نصر، بس ده هنناقشه بالتفصيل. النقطه الثانيه اللي ازعجتني جدا يا باشمهندس، ان انت بتتكلم عن موضوع التجنيد ده وتقول يروح يجيب جواب من الجيش انه ترشح، انا هذا خلط في ادوار المؤسسات. لكن انا عايز اقف عند موضوع التجنيد بالذات لانه يمسني انا شخصي. يعني انا النهارده لما يجي واحد يتهرب من الخدمه من القوات المسلحه، وهي شرف، وهي شرف لكل بني ادم ينتمي لها، ويروح يقعد بره او يهرب بشكل او باخر لغايه سن ال 30، وانا ضد هذا القانون بالمناسبه، واملك من الجراه والشجاعه ان انا اقول كده، ضد هذا القانون. اللي هو ايه؟ اللي هو قانون ان لما يوصل لل 30 لا يجند وتعمل له محكمه ويدفع غرامه، كما لو كنا رجعنا للبدليه ما قبل ثوره 52. طيب يقوم انا في واحد شاب ادى الخدمه العسكريه وتعرض لانه يصاب، وتعرض لانه يواجه عدو اي مكان هذا العدو، وبيضحي بنفسه وحسويه بواحد تهرب من الخدمه دفع قرشين علشان خاطر يتهرب، هذا طب هذا عايز اقول لك حاجه. لا مؤاخذه، انا لازم مش كله لا مع لا متاسف انا لا في حاجات وجعاني، في ما حاجات هتقولها، في لا في لا متاسف يا كابتن عادل. طيب. لان انا لازم افضل طلع وجعك كله، اطلع وجعك كله، انا اسوي ده بده، يبقى انا بقول للشاب المصري الذي لم يجن واللي جاي له عليه الدور، لو جات لك الفرصه ما اهرب، وعندي ال 30 هتسوي، وكل امورك هتبقى متظبطه، ويرد لك الاعتبار. يرد له اعتبار ايه؟ يعني لو في لص وفي فسده وبيحاكمهم وبيترد لهم اعتبارهم، بس لو جه يتجوز بنتك هتديها له؟ لحظه واحده بقى، اللائحه دي بتقول ماليش علاقه انا اللهم انا بتكلم على اللائحه، بتكلم على اللائحه. بص انا بقول ايه؟ لو سم دي ازدواجيه في المعايير يا بدر، يعني باشمهندس انا برد عليك، انت اللائحه دي صاغه قانونين، اذا فيها حاجه هي مش قران. طب ما انا كنت بناقش لا دقيقه واحده، لا انت بتتكلم عن ان اللي ما اتجندش طالما سوى، انا ما قلتش كده، لا قلت كده، وقلت لو لا قلت في سبب لسوء، على فكره
ما انت لو هتصبر على فكره انا مش مختلف بحده في هذه اللائحه غير على موضوع المقرين واليومين. اما الباقي ده التجنيد بقول لهم في الصياغه لا ممكن تبسط لنا الاجراء. انت في يا بدر ساعه ما هتيجي تقول مين اللي اتهرب، انت اللي هتعمل البحث ولا الجيش؟ يعني ايه البحث اللي بيقول ان ده اتهرب؟ لا بيبقى مثبت في انا مش مثبت ازاي انت في شهاده المعامله يا باشا؟ شهاده المعامله اذا الجيش. انا بقول ايه دي تفاصيل، معلش من فضلك دي تفاصيل. لا مش تفاصيل، لا انا بتكلم في التفاصيل. لا انا هرد على واحد هو النص هو بس. النهارده لا دي واحده انت النهارده حتى... هساوي